مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة عيدية جديدة للمرة الثانية من محافظة شبوة. بالتأكيد مشاهدينا الكرام هذا البرنامج من أطياف العيد بحلته الجديدة، حاولنا من خلالها التعرف على بعض العادات والتقاليد وأيضا نقل الصورة الفنية من المحافظات التي زرناها في هذا البرنامج العيدي. اليوم مشاهدينا الكرام هذا البرنامج بنكهة شبوانية ولليلة الثانية على التوالي نقول شبوة عشقناها بالعيد، محلاها أصحابها بالطيب، أهل الكرم والجود، وأهلا وسهلا بكم ضيوفي الأعزاء. أرحب أيضا بفرقة الأمل الفنية التي شرفتنا في هذه الليلة العيدية، والمتحدث أيضا باسم الفرقة أخي فوزي رويس محفوظ، اهلا وسهلا بك وكل عام وانت بألف خير. وانتم بألف خير. وايضا ارحب بفرقة النسائم الفنية لليلة الثانية على التوالي، شرفتونا مرة ثانية، وايضا المتحدث باسم الفرقة اخي سالم احمد مبارك، اهلا وسهلا بكم وكل عام وانتم بخير. اضافة ايضا الى الاستاذ الاعلامي القدير جميل الكامل، اهلا وسهلا بك كل عام وانت بخير. ليلة جديدة من ليالي عيد الأضحى المبارك في بنكهة شبوانية أصيلة. لكن قبل أن نتحدث اسمح لي أيضا أرحب بعازف الأورج وفرقة الإيقاع الذين سيصحبنا في هذه الليلة الفرايحية. إذا بدأت من أخي مبارك والحديث عن فرقة أخي فوزي، الحديث عن فرقة الأمل الفنية وبداية فكرة تأسيس هذه الفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أولا نشكر قناة سهيل على استضافتهم لنا. أما من ناحية فرقة الأمل فهي تأسست في 2002 وعدد أعضاها 10 إلى 12 شخص. أيضا هناك غياب في الحضور لأسباب يعني خارج إرادتهم. سينضم أيضا معنا في هذه الفرقة الأخ مبارك في نهاية الحلقة لظروفه الخاصة. طيب يعني الفرقة هذه ومشاركاتها وإبداعاتها داخل محافظة شبوة حدثنا عنها. طبعا الفرقة أصلا بداية تأسيسها بلا شك هو من المسجد ومن حلقات التحفيظ، ومن ثم تطورت على مستوى المدينة مدينة عتق حيث كانت على مستوى معين ثم توسعت، وهنالك لها عدة مشاركات، أيضا الزواجات تحية هناك في المدينة، أيضا في المحافظة قد نقول، وتخرج خارج المحافظة إلى المحافظات المجاورة مثل المأرب وغيرها. أيضا لها مشاركات عدة في صنعاء ومقابلات في قناة سهيل. الفرقة حقيقة تهتم بالتراث الشبواني أولا، ومن ثم الألوان الثانية اللي هي الخليجي والألحان الثانية. نعم. إذن سنستمع إلى هذه الألوان، لكن دعنا أيضا ننتقل إلى الأستاذ جميل، ولو تحدثنا أنت كإعلامي أيضا في محافظة شبوة كيف تتابع العمل الفني داخل المحافظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية نرحب بكم وعيد مبارك كل عام وانتم بخير وانت بألف خير، وللأمة الإسلامية والعربية جميعا وللحاضرين جميعا. بالنسبة للفن في شبوة حقيقة محافظة شبوة مليئة بالمواهب والإعلاميين والفنيين، والفن الشبواني والدان الشبواني يكاد يأخذك عندما تسمعه لأنه يخاطب الوجدان مباشرة. حقيقة الفن في شبوة رائع جدا، ينقصنا في شبوة الإمكانيات. أما بالنسبة للكوادر الإعلامية والفنية فهي موجودة ومتوفرة، تجد الكثير 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 من أبناء محافظة شبوة يعشقون التراث والفن الشبواني والدان الشبواني، الصغار والكبار. بل وعندما تسمع هذا الفن منهم يأخذوك إلى عالم آخر من عالم الفن. فالفن في شبوة متقدم، لكن هناك تقصير في إيصال هذا الفن وهذا الصوت إلى بقية المحافظات وإلى يعني
إلى بقية الناس خارج المحافظة. وكان السبق لقناة سهيل الفضائية مشكورة وطاقمها والأستاذ ماجد في استضافتنا الليلة وإيصال هذا الصوت إلى المحافظة الأخرى وإلى بقية الناس. وإن شاء الله جميع وسائل الإعلام تتفاعل مع مثل هكذا التراث، ليس حسب في شبوة وإنما في حضرموت، في عدن، في أبين، في العديد من المحافظات اليمنية. لكن دعونا قبل أن نتحدث عن العادات والتقاليد العيدية نسمع افتتاحية بصوت متميز من فرقة الأمل الفنية. ماذا سنسمع في البداية؟ طبعا جلسة عيدية وبالتأكيد الجمهور بحاجة إلى أن يفرفش وإلى أن تنعش له الجو العيدي بالإبداعات والتميز هنا في هذه الجلسة العيدية. على بركة الله أخي فوزي، ماذا نسمع في بداية هذه الجلسة؟ أنشودة بعنوان يا مرحبا بالعيد، كلمات الأخ الشاعر حسن الثوباني، ألحان طبعا. طبعا نحيي من خلال هذه الجلسة الشاعر القدير حسن الثوباني، وهو أيضا لديه قصائد متعددة ومتنوعة لأكثر من فرقة، ليس فقط لفرقة الأمل. إذا نسمع يا مرحبا بالعيد. مرحبا يا مرحبا بالعيد، عيد الفرح والبسمة، عيد الفرح والبسمة، والتهاني فيه، والتهاني فيه لغنى حبايبنا. يا مرحبا بالعيد، عيد الفرح والبسمة، والتهاني فيه، والتهاني فيه لغلى حبايبنا، لغلى لغلى حبايبنا. يا مرحبا بالعيد، عيد الفرح والبسمة، والتهاني فيه لأغلى حبايبنا. يا مرحبا بالعيد، عيد الفرح والبسمة، والتهاني فيه لأغلى حبايبنا. يا مرحبا بالعيد، عيد الفرح والبسمة، والتهاني فيه لأغلى حبايبنا. مرحبا بالعيد، عيد الفرح والبسمة، والتهاني
يا مرحبا بالعيد، وبالتأكيد العيد ذو نكهة خاصة، نكهة شبوانية متميزة، طالما ونحن نحيي هذه الليلة مع كوكبة من نجوم محافظة شبوة. أعود إليك أستاذ جميل، لما تحدثنا عن بعض العادات والتقاليد، طبعا في استضافة سابقة لفرقة طبعا نسائم كانوا معنا، وأيضا فرقة إقراء الفنية، تحدثنا جزء بسيط من العادات والتقاليد الشبوانية، لكن أنت كإعلامي ربما لك منظور خاص لهذه العادات والتقاليد، وبماذا تتميز شبوة عن باقي المحافظات اليمنية؟ محافظة شبوة من المحافظات المتميزة وخاصة في عادات وتقاليد العيد. نعم، حقيقة تجد التآلف موجود والرحمة، وتجد أنهم أصحاب جود وكرم وعطاء وسخاء، وهذه من الميزات التي يتميزوا بها أبناء شبوة، الجود والكرم والسخاء. فتجد في العيد الناس يعطفون على الفقراء والمساكين، ويخرجون من مصليات العيد ويسلمون على بعضهم، ويصفون في المساجد ويتعانقون ويخرجون يعني بالزيارات، وهذه ميزة ممتازة. يعني حقيقة تجد أن البيوت كلها ممتلئة بالزائرين في يوم العيد، فتجد أن الناس يزورون أكثر من بيت متجمعين فيزورون البيوت، وهذه أيضا من الميزات التي تميز بها يعني أبناء شبوة ومحافظة شبوة. نعم، بالنسبة للأزياء الشبوانية، يعني عندما تكون في مصلى العيد، هل تختلف أيضا في المصلى العيد؟ أي تسمى المصلى في شبوة؟ مصلى العيد. مصلى العيد، بس سمعنا في حلقة السابقة من أخي سالم أنه يسموا بعض المناطق يسموا براز. طبعا هل عندما تشاهد هذا المصلى العيد وتلاحظ أن هناك تنوع في الأزياء الشبوانية، ما بين البدلات وما بين المعاوز وما بين أيضا الثوب والجنبية؟ متميز يعني بالنسبة للزي في شبوة واللبس في شبوة، حقيقة متميز جدا. هناك ذوقيات ولمسات فنية خاصة، تجد أن الشباب والناس يتوافدون على معارض الملابس، وتجد أنهم يأخذون يختارون الملابس بعناية فائقة وبذوق فني عالي وراقي جدا. فيأخذون المعوز والشميز بنفس اللون، لون متناسق، وكذلك حتى العمامة يعني. فتجد أنه في العيد العمامة مع الشميز مع المعوز متناسق جدا، وحتى أحيانا الحبية. يعني شو تقول له أنهم أحسن من نبيل السوق يعني؟ لا يعني بس في اختيار فني راقي. نعم، في هذا الجانب إن شاء الله لما نتأقلم أكثر مع في محافظة شبوة نحاول أننا نقلدهم أكثر إن شاء الله. كنا نخرج نعمل بخلفون شو لك يعني إن شاء الله بإذن الله. أخي فوزي، إذا بعيدا عن العادات والتقاليد نوعا ما، لكن كفرقة الأمل الفنية داخل شبوة، كيف يقضوا أيام العيد وإجازة العيد تحديدا؟ هل الفرقة بتلتقي وبيحيوا مثلا حفلات ولا سهرات فنية، أو أنه خلاص كل واحد يتفرغ للجلوس مع أهله؟ حقيقة العيد هي فرصة يعني للشباب، بحيث أنهم يكونوا أغلب أوقاتهم مشغولين بالأسمار والمهرجانات، ولكن العيد هناك فرصة للجلوس أولا مع الأهل والتزاور فيما بيننا، ولا ننسى أيضا التزاور فيما بيننا كفرقة، يعني نجتمع مع بعض ننسى الأعمال شوي كذا ونتذاكر فيها الأفراح العيد وهكذا. أيضا الجلسات العيدية هناك، جلسات عيدية تكون، أيضا الشباب ما شاء الله عليهم يعني قد تكون هناك رحلة بسيطة إلى يسموه مخرج. نعم، أو كذا إلى مكان معين. المتنزهات هناك في شبوة للأسف يعني لا توجد متنزهات يعني عندنا في شبوة. أين بتخرجوا يعني مكان كذا؟ أيضا لا، مكان البر يعني زي البر هكذا يسموه مخرج بسيط، سواء يكون وجبة غداء أو وجبة عشاء هكذا، مع جلسة بسيطة مع الإيقاعات وهكذا بيننا البينك. طيب إذا ما انتقلت إلى فرقة النسائم الفنية، طبعا كنا قد تشرفنا باستضافتكم في حلقة سابقة، لكن اليوم أيضا حبينا أيضا نسمع اللون الشبواني الأكثر أصالة من فرقة النسائم، ولكن بس للتذكير تأسيس هذه الفرقة متى كانت؟ في 2012. افتحوا الصوت بس. طبعا
طيب أبرز الأعمال التي تقوم بها فرقة النسائم في محافظة شبوة؟ والله قد يكون الأغلب في الأعراس مناسبة هذا فقط، ما الاحتفالات الوطنية بعض. يرافقكم أيضا فرقة رقص شعبية؟ فرقة الرقص ترافقنا نعم أحيانا. نعم. إذا نسمع الآن إنشودة أخرى من فرقة النسائم الفنية في هذا اللقاء العيدي، وماذا سنسمع الآن؟ سنسمع عطوال النايفة قال أبو سامي، كلماتي طبعا كلماتك؟ أي نعم. إن شاء الله وألحانك عنك. كمان قول ألحاني وما أدري لحد طلعت لي لا حد يطلع يشبهك يعني بعد يتحمل مسؤولية يتحمل مسؤولية نعم نسمع على بركة الله قال أبو عطوال النايفة قال أبو سامي. ما فهمت شيء، أنا كنت حبة حبة عطوال النايفة عطوال النايفة قال أبو سامي. إذا نسمع مع بعض من فرقة النسائم الفنية هذا اللحن الجميل. الطوال النايفة قال أبو سامي جبنا سجل بطولات فنية العقل والشور مع خير الأحكام جابها تدرب سمحة وسلمية جابها تدرب سمحة وسلمية. الطوال النايفة قال أبو سامي
بأرض المك أبراج وخيامي وتعالى جدار نقوشات صدقية انت يا إحساسي وحسي وإلهامي صادق بحبك وليش ما أخلص النية صادق بحبك وليش ما أخلص السلام عليك أخي سالم وعلى فرقة النسائم الفنية على هذا الإبداع. على كل حال مشاهدي الكرام نستسمحكم عذرا نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود للنكهة العيدية بالطابع الشبواني الأصيل بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد وعودة إلى هذه الجلسة العيدية ذات الطابع الشبواني الأصيل. وعلى كل حال أجدد الترحيب أيضا بضيوفي الأعزاء في هذه الجلسة، فرقة الأمل الفنية وأيضا فرقة النسائم الفنية والإعلامي الأستاذ جميل كامل وأيضا الفرقة اللي معنا في الإيقاع وفي الأورج. وبالتأكيد أخي الأستاذ جميل إذا ما تحدثنا أيضا كإعلامي أيضا وبالتأكيد الإعلامي يتابع كل صغيرة وكبيرة أكيد في المحافظة، ما الذي تحتاجه محافظة شبوة وخصوصا في المجال الإبداعي في مجال الفن؟ شبوة تفتقر إلى الإمكانيات المادية والإمكانيات الفنية، أما الكوادر الإعلامية موجودة. نحن بحاجة إلى استوديو يعني كبير للتسجيل، بحاجة إلى أن الشباب يكون لهم كل فرقة ألبوم خاص بهم. نعم. الشباب عندهم طموح، عندهم طموح عالي جدا، لما تجلس معهم وتسمع منهم حقيقة تنبهر بالطموح الذي يحملونه، وحقيقة مثلوا شبوة في أكثر من محفل، بل كنا في زيارة معهم في إحدى المرات فوجدنا بعض المنشدين الكبار اللي على مستوى الجمهورية. نعم. انبهروا بالأداء الرائع الذي يعني سمعوه من الفرق الفنية والإنشادية في محافظة شبوة. صح. حقيقة يعني وجدوا أنفسهم أنهم أمام هامات وقامات إعلامية شابة طموحة مستقبلية سيكون لها إن شاء الله صدى كبير جدا. نعم. وسيكون لشبوة صوت فني إن شاء الله في المستقبل. نعم. نحتاج الإمكانيات، الدعم المادي، نحتاج إلى الصوتيات، الأورج. هل سبق أن تواصلتوا مع مكتب الإعلام والثقافة بالمحافظة وعرضتم مثلا أفكار معينة، طرحتم مثلا مشاريع معينة لتبنوها خصوصا في مجال الفن؟ في تواصل مع مكتب الثقافة في المحافظة، الشباب والفرق أحيت عدة مناسبات في مكتب الثقافة، لكن مكتب الثقافة أيضا ربما يشكي أكثر من مشكو. على كل حال نحن لا نريد أن نتكلم ربما عن الهموم والمشاكل، هي كثيرة، لكن دعونا نبقى في الفن ودعونا نغني دعونا نرقص في هذه السهرة العيدية. وعودة إلى فرقة الأمل الفنية، طبعا لم نتعرف بعد على نجم آخر من نجوم هذه المحافظة ومن نجوم فرقة الأمل تحديدا، عرفنا باسمك. أيمن أحمد ناصر العمري. أيمن أحمد ناصر، وطبعا من الأصوات المتميزة داخل فرقة الأمل وأيضا داخل محافظة شبوة. أيمن ماذا سنسمع الآن؟ أنشودة يا عيد السلا حيابك. يا عيد السلا حيابك من كلمات؟ كلمات الشاعر حسن ثوباني. إذا نسمع يا عيد السلا حيابك بصوت الفنان المتميز أيمن وعلى بركة الله. آه
مع جارك وده بالسلام الباري وتزوره ولو ما زار محلى يوم تصبح سالي وتسمن مع جارك وده بالسلام الباري وتزوره أبدعت أخي أيمن وشكرا لفرقة الأمل الفنية وأيضا الشكر لفرقة نسائم الفنية. لكن على كل حال ربما سينضم إلينا الآن الأخ مبارك حمران وأيضا من أعضاء فرقة الأمل الفنية وتأخر لظروفه الخاصة. نرحب أيضا بأخي الفنان مبارك حمران من أعضاء فرقة الأمل الفنية وأيضا الأخ القدير ياسر رعدة هو أيضا منشد وصاحب مواويل متميزة قد تم استضافة في حلقة سابقة لكن اليوم حبينا نسمع أيضا من أخي ياسر المزيد من المواويل الشبوانية الرائعة وحياك الله أخي مبارك. الله يحييك. كل عام وأنت بخير. طيب إن شاء الله. أخي مبارك استمتعنا كثير بفرقة الأمل الفنية وأيضا بفرقة النسائم. أنت أيضا جئت متأخر لكن نسمع منك شودة أو بتمثل فرقة الأمل الفنية اللي أنت عضو فيها. أولا أخي ياسر قبل ما أخي مبارك قبل ما نسمع لشودة حابين نعرف أخي مبارك كيف بيعيش أيام عيد الأضحى المبارك. كم الخلق كم الخلق يختلف الخلق من خلق إلى آخر. أنت من أي الخلق؟ من خلق الله. الله يبارك فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أجواء العيد أجواء فرحة والكل يعلم بذلك ولكن مثل ما قلت قد تختلف من مكان إلى آخر. فنعيشها مثل ما يعيشها كل المسلمون من صلاة للعيد ومعاودة لإخوانهم ولكن قد يعيشها البعض في فرح ويعيشها البعض في ترح كما إخواننا في سوريا وفي فلسطين. نسأل الله أن يفك عنهم وأن يعيشون أعيادا مثل أعياد المسلمين. وباقي الوضع اللي في العيد إن شاء الله أن الشباب ما قصروا في الشرح شرحوا كل شيء وأظني ما بقدم أي جديد. إذن ستقدم لحن جميل بصوتك المتميز أخي مبارك وماذا سنسمع في هذه اللحظات؟ نسمع قصيدة أو أنشودة بعنوان بالعز تبرز عمرها متهين. بالعز تبرز عمرها متهين. عمرها متهين. إذا نسمع مشاهدي الكرام هذه الأنشودة من المنشد القدير مبارك وبالتأكيد هي الأنشودة الختامية ولكن أيضا نختم أيضا عفوا أخي مبارك خلينا نختم بالإنشودة ممكن نختم بالإنشودة لكن قبلها نسمع مواويل شبوانية من أخي ياسر عشان تكون أيضا مسك الختام إنشودة. وأنا لما أوصل إلى نهاية أي حلقة خصوصا لما تكون حلقة مميزة بالتأكيد ما أحب أختمها لكن إن شاء الله تكون لنا لقاءات قادمة وجلسات عيدية إن شاء الله جلسات فنية بشكل عام إن شاء الله في الأيام القادمة. أخي ياسر أنت تميزت بمواويل متنوعة هذه المرة موال عن ماذا؟ هذه المرة إن شاء الله
لا أنسى أخواننا في الغربة، أخواننا الذي يعانون على. أنت اقتربت يا أسر؟ أنا اقتربت كم سنوات؟ اقتربت تقريبا 3 سنوات، وبعدها خرجت نهائي من الوضع والحمد لله. أنا الحمد لله. أنت تفضل الغربة ولا العيش في البلد؟ لا والله أفضل بلادي وإن جارت علي عزيزة صراحة. أنعز القبيل مهما كانت المشاكل مهما كانت الظروف، البلاد فيها خير إن شاء الله. نعم إن شاء الله وستكون كذلك بإذن الله. فهذه قصيدة كتبت في الغربة وتلحنت في الغربة، كتبتها وكان أداها في الغربة. كتبتها أنت؟ لا كتبها صديقي. نعم. في أنت لحنت؟ أنا لحنتها نعم. فيقول قال خونا صير البد داولا ويقتلوني، خير من يبعدوني عن حبيبي ولو طال. كفنوني وانا حي في اليمن، ودفنوني موتوني وانا راوي ولا عيش عطشان. اوقدوا نار حمراء حامية واحرقوني قبل لا تقطع ولي تذكره في الرويشان. الجوازة أنا لي منعكم زفروني، دبل جولي قضية زور في زور بهتان. حاكموني عليها والعقاب اسجنوني سجن ترحيل عادي دون حجة وبرهان. وانشروا بصمة بها مي وبصمة عيوني، وانشروا صورة اللي جواز سفري بالإعلان. المهم المهم في الطائرة رحلوني واخرجوني من الغربة ولو فوق عيدان. سلامتكم. الله يسلمك صاحبك، هذا شكله عانى كثير يعني. عانى كثير في الغربة. عانى وكثير منه كثير صراحة. منه في بلاد الغربة كثير، خاصة مع الأمور دي استجدت، لكن الله يصلح الحال ويفرج على كل مكروه. إن شاء الله نرى عما قريب يمنا آمنا مستقرا يسوده العدل والمساواة. ونقول أيضا لكل المغتربين اطمئنوا إن شاء الله اليمن بخير، وسيتسع إن شاء الله الجميع، ولا حاجة للغربة إن شاء الله في الأيام، إن لم نكن مبالغين في نقول في الشهور أو في السنوات القليلة القادمة إن شاء الله. أشكرك أخي ياسر، طبعا شجن، وإن كنا ما نريد أن نخرج من جو الفرح، ولكن هذه رسالة وهدية أيضا من مغترب، وبالتأكيد ربما الآن المغتربين يسمعوها ويجهزوا الجوازات نستقبلهم إن شاء الله في المطار. لا. التحية لكل المغتربين في جميع أنحاء العالم من خلال هذا البرنامج. على كل حال الوقت داهمنا، أشكر فرقة الأمل الفنية، أشكر أيضا فرقة النسائم الفنية، أشكر أيضا أخي ياسر والأستاذ جميل الإعلامي، وأشكر أيضا فرقة الإيقاع وعازف الأورج. أشكر أيضا أو أنقل لكم تحيات فريق العمل في ختام هذه الجلسة العيدية، سواء كانوا في الصوت أو في التصوير أو في المونتاج أو في الإضاءة. طاقم كبير عمل في هذا البرنامج من أجل إيصال هذه الصورة الفنية إليكم مشاهدين الكرام، بقيادة المخرج القدير حسن بحريش. ماجد دهيم يحييكم، كل عام وأنتم بخير. انشودة ختامية من فرقة الأمل الفنية وبصوت المنشد مبارك، كل عام وأنتم يلف خير.
ودنا لأجل اليمن بكتب من أبياتي وانشد لها بالصوت والتلحين ودن دان ودن ودنا وانشد لها بالصوت والتلحين تمشي بدمي في كراياتي وتعيش في داخل سواد العين وداني دان ودان ودانا ودان ودانا لجل اليمن بكتب من أبياتي وانشد لها بالصوت والتلحين ويا أرض توب بعد يزن ولا هي منبع الحكمة وأصل الدين أصل العروبة في عروبتها يا غالية يا دار للغالين ودان دان ودان 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 دان ودان ودان لأجل اليمن فاكتب من أبياتي وانشد لها هي أرض التوب بعد يزن ولا هي منبع الحكمة وأصل الدين أصل العروبة في عروبتها يا غالية يا دار للغليل ودان دان ودان ودانا ودان دان ودان ودانا ليل اليمن تكتب من أبياتي وانشد لها بالصوت والتلحين حزتي من الكعبة يمانيها وانت السعيدة من قديم سنين أول من بدأ بالسلامة ليش يتصفح ومد اليمين يمين ودان دان ودان ودانا ودانا ليل اليمن تكتب من أبياتي وانشد لها بالصوت والتلحين حزتي من الكعبة يمانيها وانت سعيدة من قديم سنين أول من بدأ بالسلامة ليش يتصفحوا من اليمين يمين ودانا يا شامخة لا قلت حرف الشين والباب رأتها المحبها والواو جاهت أهلها العالين ودان دان ودان 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 أهل أجل اليمن فاكتب من أبياتي يا أرض شاب وعز من فيها يا شامخة لا قلت حرف الشين والباب رأتها المحبها والواو جاهت أهلها العالين ودان دان ودان ودانا ودان ودانا اليمن تكتب من أبياتي والهاها ويناها وعشقناها بالعز تبرز عمرها متهين والهاها ويناها وعشقناها بالعز تبرز عمرها متهين ودان دان ودان ودانا ودان دان ودان ودانا لأجل اليمن بكتب من أبياتي وانشدها بالصوت ولأجل اليمن بكتب من أبياتي وانشدها بالصوت ولأجل اليمن بكتب من أبياتي ولأجل اليمن بكتب من أبياتي وانشد لها بالصوت والتلحين.